المرسومة بالنضال والإيثار وروح التضحية نشأ الحزين وتراجع على القيم النبيلة فكان مثالا للشباب التونسي الوطني الطموح والمتثوب لنيل العلم والمعرفة. يا الله ثراه بجملة من الخصال من أبرز سماته التواضع ولطف المعشر ودماثة الأخلاق. في الوقت نفسه كان مثالا للكفاءة والحزم والثبات والوطنية فكسب محبة الجميع وتقديرهم له. عرفناه إدارة الإدارة التونسية